تحليل العمل الآن. عايزين نتكلم النهاردة على حاجة اسمها تحليل العمل الآمن. كلمة تحليل العمل الآمن يعني حاجة بنسميها بالإنجلش أو الابريفيشن بتاعتها GSA أو SJA. يعني SJA Job Safety Analysis أو Safe Job Analysis. يعني إيه؟ يعني أنا بيكون عندي فورمة معينة، الفورمة دي بتكون ضرورية مع أي إذن أو تصريح عمل. الموضوع ده بعده إيه؟ فايدته ان انا ببتدي ان انا احلل الشغلانه بتاعتي، احلل العمل بتاعي بحيث ابقى عارف ايه المخاطر ونقط الضعف اللي موجوده عندي وابتدي ان انا اشتغل عليها. اهم حاجه نبقى عارفين ان الفورمه دي مش فورمه ثابته، يعني انا ممكن كشركه اعمل فورمه معينه، شركه تانية تعمل فورمه معينه. اهم حاجه ان الفورمه دي يكون فيها 5 حاجات. اول نقطه عندي عمود بيقول خطوات الشغلانة، ولما اكتب اي خطوة من خطوات الشغلانة لازم اسأل نفسي سؤال مهم بيقول ايه فايدة الخطوة دي او ايه فايدة الشغلانة دي. تاني عمود مهم جدا ايه المخاطر اللي هيجي من كل خطوة من خطوات الشغلانة. تالت عمود ايه الاضرار اللي هيجي من الخطأ، يعني ايه الضرر اللي يحصل عندي لو مثلا وقعت، لو مثلا في حاجة خبطت ايدي. تالت عمود حاجة اسمها أدوات أو رابع عمود بقى أدوات التحكم. يعني إيه أدوات التحكم؟ دلوقتي عندي خطر وعندي ضرر جاي من الخطر، طب إيه أدوات التحكم اللي أنا هشتغل فيها على الخطر ده؟ مهم جدا إن أنا أبدأ إن أكتبه عشان أوصل لخامس عمود والأخير اللي هو مين المسؤول عن تطبيق إجراءات التحكم. يبقى أول عمود عبارة عن خطوات، مشاكل أو خطورة اللي جاية من كل خطوة، ضرر كل خطوة، وآخر حاجة اساليب التحكم عشان ابتدي اعرف مين المسؤول عن تطبيق ادوات او اساليب التحكم. مفروض ان شكل تحليل عمل امن يكون عندي زي الشجره، بادئ عندي من خطوات، الخطوه ليها اضرار او مخاطر، المخاطر ليها اضرار، وبعد كده كنترول ميجر او اساليب تحكم عشان اوصل في الاخر لحاجه اسمها المسؤول عن تطبيق اجراءات او وسائل التحكم. عشان كده دايما بنسميه فول تري اناليسيس، لازم شكل يكون عامل زي الشجره اللي هو جذع طالع منه فروع، الفروع طالع منها اوراق، الورق طالع منه الثمره اللي هو اساليب التحكم. الثمره اللي هي ايه؟ اساليب التحكم، الحاجه الاخيره اللي انا عايز امسكها عشان اكلها، هي دي الفايده وهي ده بيت القصيد من تحليل العمل الامن بتاعي. مهم جدا ان حضرتك تعرف ان تحليل العمل الامن ده بيتعمل قبل الشغلانه، لان قبل المشروع بنعمل حاجه اسمها الريسك اسسمنت اللي هو ايه؟ اللي هو ببتدي ان انا احط حاجه اسمها شده واحتماليه في كل خطر من المخاطر اللي ذكرناها. انما في تحليل العمل الامن العادي انا مش محتاج شده واحتماليه، مجرد فكره ان انا عايز اعرف الخطر وازاي احفظ نفسي من الخطر ده. ربنا يحفظكم والسلام عليكم.